بس ما تكون الحفلة كبيرة. ايه ماشي. يلا دوري. مبروك يا احلى ماما. دعاء قدرت تقنعه ونحن رح نعمل الحفلة اخيرا. رح نحتفل. شو هاد؟ ممتاز. قلتلكن دعاء رح تقدر. مو بس دعاء، وانت كمان إلك الفضل بهالشي عن جد. حيدر دائما بيسمع كلامك وبيعمل شو ما بدك. أنا رح أحكي مع متعهد الحفلات قبل ما يتعاقد مع أي حدا تاني اليوم. هلا هن صار لهم الأحقية بالعقار؟ هيك نحن رح نصفى بدون أي شيء. يلي رح تاخذ منا كل شيء بدون ما تحس، هي ما رح تاخذ كل اللي بتحبها، مع هيك انت بتضل راكد وراها. شبك امي اسكتي. انا اشتريت شوية اواعي مشان حفلة اليوم. ماما انتي خليتيها تبكي بعيد زواجها. دعاء دعاء ايه بيكون احسن. خلص هي مجرد البداية وبس. انا لسه لهلا ما حطيت خطة لحتى اخلي ذكرى عيد زواجهم يكون مميز، بس انتي تفرجي وشوفي. دعاء لو سمحتي لا تاخدي كلام ماما بجدية، انتي بتعرفيها منيح، يعني هي دائماً بتلطش حكي، يعني هيك حسب مزاجها. مو مشكلة روها، المشاكل الصغيرة مثل هاي بتصير بالعائلات الكبيرة. شو 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 هالكلام اللي بجنن يا بروفيسورة؟ صح، وينو حيدر؟ ماني شايفه. قال لي إنه هو رايح لأنه عنده اجتماع مهم مع رافي، بس أنا بعرف إنه هو هلأ راح لحتى يجيب هديتي. حلو يا دعاء، الألماس غالية كتير. إذا ما بتحبي الألماس فيكي تعطيني إياها، أنا ما عندي مانع أبداً إني أخذ هيك هدية، وأنا عن جد بوعدك بهالشي، وبتمنى تجاوبيني يعني، ليش عم تخيطي اسم حيدر على الغطا تبعي؟ أنا رح ألبس هالغطا على الحفلة تبع اليوم. حلو يا دعاء. لا ومو بس هيك، أنا رح خلي هالغطا يصير مميز أكتر. شو؟ أنا رح حط عليه بصمات حيدر ليصير مميز أكتر، شفت هالشغلة بالفيديو، ورح أعمل له تصميم حلو بيناسب هاي الحفلة. يعني رح تطرزي اسم حيدر عليه وتحطي بصماته على هالغطا اللي مطرز بالحب. بيقولوا انه الحب اهم شيء بالزواج، وهالغطا هو رمز حبك الكبير. هالشي بجنن يا دعاء، بهذا الزمن قليل اللي بيعرف يقدر الحب. يعني لو بدي اختار مثلكن انتو، يعني انتي وحيدر بعتبركن نموذج للحب، ومشان هيك بتمنى لكم من قلبي تضلوا بخير وما تفترقوا. مين اللي عمل هيك؟